أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين للموجة السعودية الأولى إذاعة ألف ألف إف إم، معاكم أنا تيماء في حلقة جديدة وأصوات جديدة من برنامج أجمل تلاوة، البرنامج الذي نستمع فيه لأجمل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم. للمشاركة معنا من خلال الاتصال مباشرة على رقم 012-616-1100 أو ارسل رسالة واتس على رقم الجوال 055-66-89001، اكتب فيها برنامج أجمل تلاوة والاسم والمدينة وسيتم الاتصال بك. أعزائنا المستمعين، نبدأ الآن حلقة الأسبوع الأخير بعد أن انتهينا من أسبوعين على التوالي استمعنا فيه لأصوات كثيرة وجميلة بمعدل كل يوم من 6 إلى 7 مشتركين. يتم نهاية اليوم اختيار شخص واحد، ثم نهاية الأسبوع يتم الاختيار من بين كل المتأهلين. استمتعنا أمس بحلقة التصفيات الثانية والتي تأهل فيها أنس الشريف من الدمام والذي سينضم للمتأهل الأول معتصم علي، وهذا الأسبوع سنعرف من هو المتأهل الثالث الذي سيدخل بالمنافسة بالحلقة الأخيرة إن شاء الله. طبعا كل يوم سيتم اختيار شخص واحد فقط ليدخل بالتصفيات الأسبوعية، والفائز سيكون من ضمن الثلاثة المتأهلين لاختيار الفائز بلقب أجمل تلاوة. أعزائنا المستمعين، نرحب الآن معنا في البرنامج مع محكم مسابقة أجمل تلاوة المقرئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه، وإمام وخطيب جامع إمام الدعوة بحي السلام والقارئ المعتمد بإذاعة القرآن الكريم. أهلا فيك يا شيخ معنا. أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. أهلا فيك. طبعا نشكرك يا شيخ والله على تقييمك أمس وحرصك على التقييم وملاحظاتك كمان القيمة ونصائحك للبعض حتى باختيار القارئ، ما شاء الله يعني هذه الملاحظات مو أي شخص يقدر يلاحظها. الحمد لله، أنا حقيقة أود أن أشكر الإخوة القائمين على المسابقة، هذه مبادرة طيبة، وأود كذلك أن أشكر كل من ساهم معنا بمشاركة وأدلى بصوته وقرأ القرآن ورتل وأوصل صوته لعموم المسلمين. هذه بشكلها نعمة عظيمة يشكر عليها بحد ذاتها. كذلك ما يتعلق بالتقييم والمساواة بينهم، وكذلك أن نستخرج من بينهم المتميز في أدائه وجمع وحوى أكثر الصفات الجماليات الأداء وكذلك حسن الأداء في قراءته وفصاحته وضبط المخارج والصفات والأحكام العارضة واللازمة وما إلى ذلك ما ذكرته في الحلقة السابقة من بعض التفصيلات التي قد يشق على كثير من القراء أن تجتمع لديهم في مقطع واحد خلال ثواني معدودة. فهذا بشكل توفيق من الله. الأمر الثاني ممارسة وإدامة الاستماع التغذية السمعية الجيدة، كذلك العرض على القراء الحذاق، بهذا يستطيع يرتقي المشترك الكريم والمشتركة الكريمة إلى هذه المستويات. والإخوة الذين وصلوا وتأهلوا معنا هم متأهلون قبل أن يشتركوا معنا، فهم قراء وحذاق وقراءتهم جيدة وأصواتهم حسنة قبل أن يشتركوا معنا، ولكن نحن نساعدهم على أن يضعوا أيديهم على بعض نقاط الضعف لديهم في الأداء أو في الصوت أو في طبقة أو في مسار قراءته أو في بعض النواحي التي قد لا ينتبه لها. هذا دور الحقيقة، أن نبصره و نوضح له بعض هذه الجوانب لكي يتلافاها قدر الإمكان في التصفيات النهائية. صحيح، يعطيك ألف ألف عافية يا شيخ. اليوم حنستقبل طبعا اتصالات جديدة ونشوف كمان مين حيتأهل معانا للحلقة الختامية. نستقبل الآن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا فيك، تفضل عرفنا عن نفسك. عبد الله الحمود من الشرقية. عبد الله الحمود من الشرقية. العمر؟ نعم طبعا، العمر 40 سنة. العمر كله يا رب إن شاء الله. الله يجزاكم خير. اتفضل، سمعنا آيات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله ألف خير عبد الله، ما شاء الله طلعتك جدا جميلة. حياكم الله، يكتب أجركم. استمع الآن رأي الشيخ، خليك معنا. أهلا وسهلا بك أخي عبد الله. حقيقة التميز عند أهل الدمام بدأ يظهر عندنا الآن في التنافس ما بين المشتركين، ما شاء الله هذا يشرفنا ويسعدنا كثيرا. قرأنا الأخ عبد الله من الدمام ما تيسر من سورة النحل، قراءة طيبة ومرتلة. إن كان من ملحوظات على قراءتي فهو ما يتعلق بالتجافي في بعض الغنن، قوله تعالى جادلهم بالتي وغيرها، وإن كان هذا الأمر قد يكون في محل كلام عند بعض المتأخرين، وإن كان المتقدمون لا يتطرقون لموضوع التجافي، إنه هو الإطباق التام في الغنن فيما يتعلق بالإخفاء الشفوي وغيره، كذلك ما يتعلق بالمد العارض بالسكون لم يكن متسقا في قراءته كلها، فتارة يأتي بثلاثين تارة يأتي بأربع. هذا ما تيسر ذكره. يستحق عبد الله 95 درجة، بارك الله فيك. 95 درجة، خليك معنا يا عبد الله لنهاية البرنامج على السمع، ممكن تكون أحد المتأهلين هذا اليوم. طبعا حاب أفكر المستمعين بشروط الاشتراك في المسابقة. العمر لا يقل عن 12 سنة سواء ذكر أو أنثى. الصوت يكون فيه تلاوة جميلة وليست قراءة عادية، مع المحافظة طبعا على القراءة السليمة. قراءة مباشرة لأي آيات من اختيار المشترك لمدة ما بين 15-30 ثانية. الشرط الرابع والأهم عدم استخدام أي برامج تحسينية. وطبعا حاب أذكر برنامجنا لا يشترط أن تكون حافظ القرآن أو حتى حافظ عدد كبير من الأجزاء، كل اللي يهمنا هو الصوت الجميل فقط مع مراعاة القراءة الصحيحة والأحكام التجويدية عند القراءة. طيب يا شيخ، تكلمنا في حلقات سابقة عن فضل ومراتب التلاوة، وتكلمنا عن قصة نزول الوحي، وصلنا لسورة نزول الوحي. نعم، أعتقد وصلنا لسورة نزول جبريل عليه السلام، صحيح؟ السلام عليكم شيخ، هنطلع الآن فاصل وبعدين نكمل معكم. أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق. وعدنا لكم أعزائنا المستمعين بعد الفاصل، وشكل الاتصال كان انقطع مع الشيخ. شيخ معنا الآن؟ أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا فيك يا شيخ. انقطع الاتصال فما كملنا الموضوع. نعم، عاد الآن انقطع الخط من دون قصد. ولا يهمك، يلا تفضل. بسم الله، خلينا نكمل موضوع عن صورنا نزول للوحي. أعتقد وصلنا صورة نزول جبريل عليه السلام، صحيح؟ صحيح نعم. الحمد لله ذكرنا عدة صور حقيقة، يعني كان الوحي ينزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي الذي نقرأه، الوحي الذي يعني به شع نور الخير على هذه الأرض، الوحي الذي به قامت الحجة من الله سبحانه وتعالى على المكلفين من عباده من الإنس والجن، الوحي الذي به وقع الفيصل ما بين المسلم والكافر والبر والفاجر، الوحي الذي به سيكون نجاة كل إنسان يريد النجاة لنفسه ولذويه ولأحبابه ولمن يحب في هذه الدنيا، الوحي الذي به سهل سبيل الوصول إلى الجنة،
ومن أراد الازدلاء بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا سبيل له الوصول إلى ذلك ذلك الرقي وذلك تلك المكانة العظيمة بغير هذا الوحي. إذن الوحي نزل على صور يعني مغايرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل أحواله كان ثقيل على النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان من صبر النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان من جعل في قلبه التحمل، جعل في جسده القوة الهائلة لكي يتحمل ثقل وعبء الوحي المنزل. جبريل عليه السلام هو الذي كان قد كلف بإنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي حمل الأمانة لكي يتحملها من الله سبحانه وتعالى وينزل بها، هو السفير ما بين الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام. من الوحي ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام على صور كما ذكرت سلفا، كالرؤى الصادقة التي كانت يراها النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يعني خاطب الله سبحانه وتعالى به النبي عليه الصلاة والسلام كتشريع الصلوات وغير ذلك في قصة الإسراء والمعراج. ومن ذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. الصور التي يعني وردت أن جبريل كان ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صورة، منها أن جبريل بنفسه وبهيئته الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها كان ينزل عليه، قال سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول سألته عن قوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. يعني شيء عجيب، قول الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت لما تتفكر يعني في عظم خلق الله، إذن ما هي عظمة الله؟ لما تشوف مثلا واحد من خلق الله سبحانه وتعالى، واحد من جند الله سد ما بين السماء والأرض، لو يجتمع أهل الأرض وبأقطارها على أن يخلقوا مثل هذا الخلق أو يوجدوا مثل هذه الليلة لم يستطيعوا. صحيح، أكثر ما يستطيعون يوجدوا ناطحة سحاب ما تسد ولا شعرة من شعرات الأفق. طيب الشيخ دقائق بس عشان عندنا اتصال. طيب نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك، تفضل عرفنا عن نفسك. غياث الهاشمي من محافظة الطائف. غياث الهاشمي من الطائف، العمر 24 عام. العمر كله يا رب، تفضل سمعنا آية القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. جزاك الله ألف خير غيات على هذه التلاوة الجميلة. خليك معنا واستمر رأي الشيخ. أحسنت يا غياث بارك الله فيك من الطائف. قرأ لنا ما في السورة من سورة الانفطار قراءة طيبة. الملحوظات على قراءة الحقيقة يسيرة. الرأو في قوله تعالى إن الأبرار قوله تعالى الأبرار المكسورة عفوا ليست الأبرار الأبرار لم تأخذ حقها من الترقيق. كذلك في قوله يسقون السين هنا حقيقة هي وإن كانت مهموسة إلا أنه يعني لعل السكون زاد عن حده. سبقا نبهت على هذا. الغنن في بعض المواضع زادت عن مقدارها. ودائما ننبه على أن الغنة والمد في هذين الأمرين كذلك التلاحم ما بين الحروف هي المعيار في مرتبة التلاوة سواء كانت تحقيقا أو كانت تدويرا أو كانت حذرا. دائما التوافق ما بين هذه الأمور الثلاثة المد والغنة في التلاحم ما بين الحروف. كلما زادت المرتبة كلما زاد الإشباع فيها، كلما قلت المرتبة كلما قل الإشباع فيها، يعني تأخذ أقل المقادير. رغم ذلك غياث سيدخل معنا في التنافس حقيقة. قراءته جميلة يستحق 95 درجة. أين درجة؟ نعم. طيب يا شيخ، ملاحظاتك على أو نصائحك للقراء اللي حيتصلوا اليوم؟ الحقيقة أنا سعيد بمشاركة الإخوة الذين يشاركون معنا. كأن الهدف يعني بدأ يتضح أكثر وأكثر ويتجلى أكثر وأكثر عند المشتركين. لاحظت الحقيقة يعني في أيام متأخرة تميز القراء، تميز المشاركين، أصواتهم بدأت يعني تتجه نحو التحسين، التجميل، وهذا المطلب الحقيقي يعني. لاحظت انهم بيستفيدوا من ملاحظاتك في الحلقات السابقه يعني بشكل ملحوظ الحقيقه. انا لاحظ هذا الشيء بشكل ملحوظ، حتى اني الاحظ من دون ما اذكر ان اثناء المشاركه في نفس اليوم اني الاحظ على اول قارئ مثل ملحوظه ياتي المشارك الثالث والرابع يتلافى هذه الملحوظه فعلا. طيب يا شيخ معنا الان اتصال. نعم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. اي هلا، عليكم السلام، تفضل عرفنا عن نفسك. معكم اخوكم عبد الله المسعود. عبد الله المسعود اهلا فيك. اهلا. العمر؟ العمر 31 سنه. 31 سنه الرياض صح؟ الرياض نعم. اهلا فيك، تفضل سمعنا ايات القران الكريم. انسم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الله جزاك الله ألف خير. عبد الله المسعود من الرياض. نعم حياك الله أختي. خليك معنا واستمع رأي الشيخ. نعم تفضل يا شيخ. أهلا أخ عبد الله معتيسر من سورة الحشر، قراءة طيبة ومهذبة حقيقة، يعني اتجهوا إلى الحدر أكثر منه إلى التدوير. وإن كان من الحظات على قراءته فهي الهمزات الهمزات الهمزات. أنا أؤكد دائما على همزة وأقول دائما للطلاب إن الهمزة قد تظلم أحيانا لأنها صغيرة، لكن ينبغي لكن لا تستهين بها لأنها حقيقة مؤثرة وهي قوية محققة مرققة دائما. فحرف الهمزة يعني حرف مميز، والأغلب الأغلب من القراء الشائعين غير المحققين الأغلب أنهم يتساهلون فيها، وهذا لا ينبغي صحيح في أي موضع كانت متوسطة أو متطرفة. ثانية صفات الحروف الحقيقة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه الكلمات الحقيقة وقع فيها حروف متغايرة بالصفات، وهذا ما ينبغي للقارئ أن يميز بين هذه الحروف، فتارة يأتي مرقق تارة يأتي مستعلي تارة يأتي مستفل تارة يأتي مفخم وهكذا. هذا يعني عمل القارئ أنه يميز ويغاير ما بين هذه الحروف، وهذا لاحظت أن الأخ عبد الله لم يعني يعتني به عناية فائقة يستحق 90 درجة. 90 درجة عبد الله أخذ 95 وغيات 95 وعبد الله مسعود أخذ 90 درجة. هنطلع الآن فاصل ونرجع نكمل سماع الأصوات، خلوكم معنا. أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق. وعدنا لكم أعزائنا المستمعين بعد الفاصل، وحابة أفكركم بطريقة الاشتراك في البرنامج، إما من خلال الاتصال مباشرة على 012-616-1100 أو تقدر ترسل رسالة واتس على رقم الجوال 055-66-89-001، اكتب فيها برنامج أجمل تلاوة والاسم والمدينة وسيتم الاتصال بك. ونستقبل الآن اتصال جديد ونقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. إيه السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا فيك، علي صوتك شوية. طيب السلام عليكم. أهلا فيك، تفضل عرفنا عن نفسك، اسمك والعمر والمدينة. أنا جميل مفتي، عمري 12 ومدينة الرياض. العمر 12، أنت ما شاء الله الحين أصغر مشترك معانا في البرنامج، إن شاء الله تتأهل يا رب. إن شاء الله. من الرياض صح قلت لي؟ صح. يلا بسم الله، خذ نفس كده واهدى وخذ خلي علي صوتك شوية كمان. طيب تمام. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما شاء الله تبارك الله عليك، تلاوتك جميلة بس شكلك كنت مستعجل شوية. يلا استمع الآن رأي الشيخ. ما شاء الله عليك. معايا على الخط؟ اعتقد قفل. قفل طيب. قرأ لنا الأخ جميل
ما تيسر من سورة الليل، قراءة طيبة الحقيقة، صوته حسن. أنا لن أنظر حقيقة لمعايير التقييم، لأن الأخ سمين الحقيقة لم يراعي فيها الأحكام، وكذلك يعني ما يتعلق بجماليات الصوت، لكن أود أن ألمح إلى أمر مهم، وهو أن الخامة طيبة، ولعل والديه يعني يسمعان، خامته طيبة، صوته حسن، جرأته أعجبتني جدا حقيقة، مشاركته أثلجت صدري وأسعدتني. يعني أود منكما أن ترعياه، تولياه الاهتمام الفائق بأن يتجه لكتاب الله سبحانه فيحفظه ويتقنه ويضبطه، أؤمن فيه خيرا مستقبلا مشرقا إن شاء الله تعالى. إن كنت لابد أن أخيم حقيقة ويستحق 80 درجة، 80 درجة أحتاج مراعاة في صفات الحروف، أحكام القراءة الحقيقة، والنون المشددات، الغنن، وإن لنا للآخرة تاء هي منصوبة هنا مثل الآخرة. نعم فعلا كلامك يا شيخ، تحس انه عنده نبره حلوه ما شاء الله في الصوت، لا صوته حتى أيوة، بس يبغى له يختار تلاوه معينه كذا يركز فقط عليها. لو والداه يختاران له مدرسا حاذقا، ليس اي مدرس، مدرسا حاذقا متقنا ضابطا في قراءته، محسنا للاداء، ويلتزم معه في جلسات التعلم، باذن الله تعالى سيكون له مستقبل جيد ان شاء الله يا رب. طيب يا شيخ نستقبل الآن اتصال جديد، نقول ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيك، تفضل عرفنا عن نفسك، اسمك والعمر والمدينة. طاهر علي عبد الرحمن من المدينة المنورة، العمر 37. العمر كله يا رب، تفضل سمعنا آيات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن
نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا حسبك من العالمين. أخ طاهر. نعم. حسبك أخي طاهر، ما شاء الله تلاوتك جميلة وقرأت بما فيها الكفاية، خليك معانا واستمع رأي الشيخ. طيب تفضل يا شيخ. طاهر من المدينة. إيه. قال الأخ طاهر من المدينة ما تيسر من ختام سورة المائدة قراءة طيبة ومرتلة متخشعة. إن كان من ملاحظات على قراءة الحقيقة فهو ما يتعلق ب مقادير المدود تحتاج إلى مزيد من الضبط و يعني مناسبتها للمرتبة التي يقرأ بها. كذلك أنا سألته في بداية قراءته هل تقرأ من حفظك، فلم يجيب علي، وأظنه يقرأ من حفظه لأنه زاد في قراءته بقوله تعالى قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه في سورة البقرة وليست في المائدة. طاهر معنا على الخط ولا لا؟ معك. أيوه. أعتقد ما سمع سؤالك يا شيخ، اسأله مرة ثانية. وين تقرأ من حفظك يا طاهر؟ أيوة يا دكتور. أي نعم، أنا ظننت هذا لأنك أزدت في قراءتك في قوله قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. الصوت مقطع شوي معلش. هذه في سورة البقرة وليست في سورة المائدة. بس أشفقني. هاي دكتور؟ نعم. أقول لو قرأت من المصحف لكان أولى، لأن في بداية القراءة قرأت قوله تعالى قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذه في سورة البقرة وليست في المائدة. كذلك الراءات تحتاج إلى مزيد من التحرير فيما يتعلق بأحكامها ما بين التفخيم والترقيق وأسباب ذلك. نعم، يستحق 95 درجة. 95 درجة. أتمنى اللي يتصلوا كمان يركزوا على ملاحظة الشيخ أنه مو شرط حتى لو أنت حافظ يفضل أنك تقرأ من المصحف، صحيح يا شيخ؟ نعم، اقرأ من المصحف حقيقة أولى، وركز أكثر. يعني أحيانا قراءتك من حفظك تستهلك التركيز عندك إلى جانب الحفظ، فأود أن يكون تركيزك الأعلى على موضوع الأداء وجمالياته. نفكر أعزائنا المستمعين بطريقة الاشتراك في البرنامج، إما عن طريق الاتصال مباشرة بصفر 112-616-1100، أو تقدر ترسل رسالة واتس على رقم الجوال 055-66-89001، أكتب فيها برنامج أجمل تلاوة والاسم والمدينة وسيتم الاتصال بك. حنطلع الآن فاصل ونرجع نكمل معكم. أجمل تلاوة مع تيماء عبد الخالق. أعزائنا المستمعين بعد الفاصل ونستمع الآن لاتصال جديد. انقطع الاتصال. انقطع الاتصال. نكمل مع شيخنا الفاضل. شيخ عبد الملك معنا؟ معكم. نعم. اي كان عندنا اتصال وانقطع، فحابين نكمل معك موضوعنا قبل ما نعيد الاتصال مرة ثانية. طيب لا بأس. ذكرت الصورة التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤوف الرحيم بأمته الصبور عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه
فلقد لقي في مسيرته في الدعوة ومسيرته في نزول الوحي عليه، تلقى في هذا العناء والجلد والتعب والنصب ما لا يحصيه ولا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. جزاه الله سبحانه وتعالى عن كل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة، وكل دعوة، كل كلمة، وكل آية، وكل حرف أداه لأمته خير الجزاء عليه الصلاة والسلام. من الصور كذلك التي كان ينزل بها على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان ينزل بصورته الحقيقية، كان ينزل على هيئة يعني يسمعها بعض المحيطين من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يرون جديد، كانوا يسمعون مثل صلصلة الجرس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحالة بن هشام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال. الصوت أشبه ما يكون من سمع صوت الحديد إذا جر على بعضه، تسمع صوت يسمونها الحكة كذا، هذه الصلصلة، هذه صوت يعني يسمعه ولا يعني يدرك من كان حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الشيء، لكن ما يدرون إيش ثقل هذا الشيء على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أشده علي، لأنه كان يسمع صوت غير معتاد، صوت نوعا ما مخيف للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعني قد يكون مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أهون، يعني مشاهدة العين نوعا ما وشيء قد يرتسم في الذاكرة ويعرف عظم جبريل وعظم خلقه، لكن صوت لا يدرك محتواه ويأتيه يفجعه عليه الصلاة والسلام. لقي في هذا العناء العظيم عليه الصلاة والسلام. هذه من ضمن الصور. من ضمن الصور كذلك التي كان ينزل بها جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمثل بهيئة، يتمثل بهيئة رجل، قد يكون من الصحابة وقد يكون من لم يعني يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا جاء في حديث الدين، يسمى حديث الدين أو يسمى حديث مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعايز أثر السفر ولا يعرف منا أحد، جاء وجلس للنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفونه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأجابه، ثم قال أخبرني عن الإحسان، فأجابه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبرني عن الساعة، فأجابه، ثم قال أخبرني عن أماراتها، فأجابه، ثم قام وخرج لا عرفه بنفسه ولا شيء. صحيح. ثم بعد أيام ثلاثة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب يا شيخ عندنا الآن اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فيك، تفضل عرفنا عن نفسك، اسمك والعمر المدينة. معكم أنس النعمي من جدة، عمري 24 سنة. العمر كله يا رب. تفضل سمعنا آيات القرآن الكريم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله على هذه التلاوة الجميلة. خليك معنا واستمع رأي الشيخ.
تفضل يا شيخ. حياكم الله. قرأ الأخ أنس ما تيسر من سورة البقرة، قراءة طيبة. يعني إن كان من شيخ حقيقة أوجه به في قراءته، فهو يتعلق بالتمايز في الصفات، يحتاج إلى مزيد من التحرير في صفات الحروف، كذلك مسار القراءة. وأنا ما أركز عليه حقيقة أثناء مشاركة الإخوة جميعا، أود أن يعني أن يقرأ ما يحسن، وإن كان يحسن فحاول أن تطور إحسانك هذا، بمعنى قد يكون الأخ أنس اعتاد على هذه القراءة، فليس هو السقف الذي يصل إليه. دائما اجعل لنفسك مساحة أن يرتقي مستواك ليعلم هذا المستوى. يعني جانب التحسينيات والعراب وجماليات الأداء عند الأخ أنس تحتاج إلى مزيد من العناية. ونحن الآن نحاول أن يعني نستنبط من ضمن المشتركين حقيقة أجملهم أداء وأحسنهم صوتا وقراءة، فهذه الجانب الحقيقي يحتاج إلى مزيد من العناية، فيستحق 95 درجة. 95 درجة. طيب يا شيخ، معانا الآن لحظة اختيار الشخص المتأهل معانا لهذا اليوم. عبد الله الحمود أخذ 95%، غيات الهاشمي أخذ 95%، عبد الله المسعود أخذ 90%، جميل مفتي أخذ 80%، طاهر علي أخذ 95%، وأنس النعمي أخذ 95%. يصير المنافس الآن بين 4 أشخاص، عبد الله وغيات وطاهر وأنس. مين برأيك الشيخ يستحق أن يتأهل معنا؟ حقيقة التنافس اليوم يعني لا بأس، مستوى جيد، وعندي معايير تقييم واضحة حقيقة بين الأخ عبد الله الحمود والأخ غياث، كذلك الأخ طاهر، وعندنا الأخ أنس. يعني بين 4 أشخاص هو الذي سيكون بينهم الترشيح إن شاء الله تعالى، وبحسابي الملحوظات التي قيدتها والدرجات التي وجدتها فيما بينهم يتضح لدي أن المرشح بينهم كذلك في هذا اليوم هو صاحب الدمام الأخ عبد الله الحمود، وفقه الله تعالى. عبد الله الحمود من الدمام اللي أخذ 95% هو المتأهل لهذا اليوم، وأمس كان معانا برضو أنس الشريف من الدمام، فزي ما قلت يا شيخ شكل الدمام ما مسيطر هذه الفترة. والله أنا شفت الموجة الحين ما شرت تتجه بقوة من الدمام، وفقه الله جميعا. بالتوفيق عبد الله الحمود، وألف مبروك تأهلك معانا للحلقة الأسبوعية اللي هتكون يوم السبت القادم إن شاء الله. ألف ألف مبروك، وشكرا لك يا شيخ، شكرا لك على تقييمك وعلى تعاونك لكل هذه الأصوات. ولكم جميعا الشكر الحقيقي موصول لفريق العمل والإخوة جميعا في قناة ألف ألف إف إم على هذا البرنامج المميز، وفق الله جميعا ويحب ويرضى. وياك يا رب إن شاء الله. نلقاك إن شاء الله في حلقة يوم غد إن شاء الله بإذن الله. وأنتم على خير، السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا للشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشكره على تعاونه ودعمه، وأشكر كل اللي اتصلوا معانا اليوم على هذه الأصوات الجميلة، وحابة أشكر كمان كل طاقم العمل. نلقاكم في حلقة جديدة وأصوات جديدة، معاكم أنا تيماء، برنامج أجمل تلاوة.